تفضل عارف نفسك. ابو اياد من المحله. والله بالنسبه لموضوع احمد فضالي، انا اكتشفت من خلال تواجدي اثناء الاعتصام ان كل مجموعه الامن اللي كانت موجوده في على البوابات واللي كانوا مخيمين في وسطينا، كل المجموعه دي كانت شغاله لحساب احمد فضالي، واكتشفتها من خلال ما رحت بعد كده نادي الشبان المسلمين، لان هو كان بيبحث عن وجهه جديده طالعه من ميدان التحرير. معرفش اللي غايه في نفسي يعقوب، معرفش هو كان بيدور على ناس ليه من ميدان التحرير او الكلام ده، لكن اكتشفت المؤامره على الثوره من خلال الامن اللي هو كان مسار انتقادات ناس كتيره جدا واثار الراي العام ضد الثوره والثوار. فانا عرفت امبارح ان هو كان مجتمع هو منتصر الزيات قبل الفطار بثلاث ساعات، وكان في اجتماع بعد كده في مركب عائم على قدام شيراتون الجزيره، وكان من ضمن الكلام اللي اتقال من خلال واحد شغال تحت ايده ان هم عايزين يعودوا اقتحام ميدان التحرير. حتى انا استغربت، انتوا عايزين تقتحموا ميدان التحرير ليه؟ مع ان المفروض ان الراي العام دلوقتي كله مرتاح عشان وجود حسني مبارك في المحاكمه وكده. فوجئت بالموضوع ده، فانا نفسي اعرف هو ليه عايز يعود اقتحام ميدان التحرير. هل ده عشان تماشيا مع مبدا الشيء اللي بيزيد عن حده بنقلب ضده، او يزهق الناس من الثوره، او يكره الناس في الثوار؟ انا مع اعتراضي لاي، يعني ما اعتراضي ان اي حد ينتقد انسان عشان مظهره او ملبسه، لكن المجموعه اللي هو بيشتغل او المجموعه اللي هو لممها من الميدان، انا بفتكر ان هي مجموعه مشبوهه، والمجموعه ديت للاسف الشديد كانت مسار انتقادات الناس كلها. فانا بقول له احمد فضالي بلاش تلعب بالنار، حرام عليك اللي بتعمله في البلد، احنا ما صدقنا المركب تمشي واحنا كلنا مرتاحين دلوقتي، وما ينفعش كل شويه ثوره ثوره ثوره، لان احنا المفروض ندي للناس فرصه عشان تشتغل. شكرا. انا شايف